الحاج ذكري خلص موضوعه على خير والحمد لله. رجل محترم ويسأل كل خير. طازة لسه حلبهولك اليد يا صالح بيه. تسلم يدك يا فرحان. واه فين يا بنت البيض ابو زبدة؟ دقيقة ويكون جاهز. واه بتنزل تاكل يا غريب. ألف أهلا سبكتك يا كبير. ألف أهلا. عملت ايه مع الحرم اللي اسمه هتلر؟ ادينا الكرباج لكل راجل فيهم، منهم اللي سامح ومنهم اللي ما رحمهوش. راجل يستاهل ضرب البلغه. متددوا على اهل بلده عشان كملتوش واحد غريب. قليل الاصل. بالاذن يا كبير. ازيك يا ست صالحه؟ واه ايه اللي جابك؟ لسه افطر والبس واجيلكوا على المستشفى. ويا بنت ساكتة كده ليه؟ ما تنطق فيه ايه؟ دكتور قال المرض انتشر في جسمها كله، كلها ساعات وتقابل وجه كريم. طول عمري بحس ان هي اختي، عمري ما حسيت ان هي ضرتي. سنتين وهي بتتعذب، سنتين شافت فيهم اللي محدش يقدر يستحمله. اللي يحبها يا صالح يتمنى لها الرحمة، وانت ما قصرتش. غريب. ايوه كبير. جهز العربية عشان انا اطلع نجيب ام زين من المستشفى. حاضر يا كبير. عمر ما حسيت بضعفي وقلة حيلتي اللي اقصد مرضك يا نادية. عشت عمرك كله شايل رمل على الارض شيل. كنت بتعمل اللي يسعدني حتى لو هي تعسك. اللي مفيش مرة في الكون تتحمله مع جوزة. تعرف يا بنت، أنا أول ما كانت روح من غير إذني كل مرة زعلت فيها. سامحني على قسوتي اللي كانت من ورا قلبي. كانش صحة تنقلها من المستشفى وهي في الحالة دي. وصيتك ده يا فخر، مش عايزة تموت في مستشفيات، عايزة تقابل وجه كريم على فرشتها. بعد
لكن الدكتور بيقول جدا مساعد محدودة. مرض الوحش اتمكن من جسمها كله يا فخر. امال زين فين؟ بالله عليك ندم على غريب يشوفه فين؟ روحها متعلقة بيه. حاضر. رغم انك شاركتيني بجوزي لكن ما شفتش احن منك علي ولا على ولدي. بنتك زين يا صالحة. جبت لك لبس العيد. ليه يابا؟ اليوم أنا اللي تموت وتسيبني؟ عشان أمك ما كانتش بشر، أمك كانت من الملائكة. الملائكة ما بيقعدوش كتير على الأرض، لازم يطلعوا فوق عند العظيم، عند ربنا. قبل ايه بس يا رب؟ في ايه يا مرتعم؟ ماله زين؟ درجة حرارته ما بتنزلش. كان بيرمح وهو عرجان. لقي واحد بيغرق ما هنش عليه، فط وراه يجيبه، طلع عيان. ده الولد المفروض يركب القطر كمان كام ساعة، عنده امتحان في مصر.
مصر لا يا مرت عمي، ما تخلوش يسافر. ما هخليهوش يسافر، واللي يحصل يحصل. طبعا انك انت يا مرت عمي. انا هكمل. هاتي خد يا بنتي، ربنا يستر. هروح اصلي العشاء. ما تخافيش، خدي بالك منه يا ليلى. ما تخافيش يا مرت عمي، ربنا يزيح عنك يا ولدي. زين ابوك ايه؟ خلف مره اياك، شويه برد يعمل فكك ده. يلا قوم عشان عندك ميعاد قطر، عندك امتحان. مش هقدر اروح يا ابوي، كشف الرياضي في قفزه ثقه، ولو نزلت الميه في حالتي دي هموت. تموت وانت بتقضي واجبك ولا تموت كف الولايه على السرير؟ يلا عشان تلحق القطر. روح اصلي الفجر ارجع ما الاقيكش. كيف بس يا ابوي؟ حرق ابو دجيل، انت لو كنت حاربت ما كنتش قلت كده. يلا قوم قوم. حاضر يا ابوي. اعوذ بك من العز والكسل، اعوذ بك من العز والكسل، اللهم قوينا يا رب. ادخل يا غالي يا ولد الغالي. رفعت راسي وشرفتني. والله ما حد مشرفني غيرك يا ابوي. يا ابوي ده انا شاول البلد كلهم بيحسدوني ان ابويا صالح البناوي. خير يا ابوي كانوا قالوا لي انك عايزني. انت عايزك عشان تفتح العلبه دي، عشان ما قدرش افتحها. حاضر يا ابوي. المفاتيح دي يا ابوي؟ ده مفتاح عربيتك يا حضره الضابط. عربيتي انا؟ عشان ما ينفعش ان النهارده تمشي في البلد على رجليك. ربنا يخليك ليا يا ابوي. بس بقول لك ايه؟ من فتره دراستك في كليه الشرطه تروح بالقطر وتجي بالقطر. طريق مصر واعر وخاف عليك منه. حاضر يا ابوي اللي تؤمر بيه. يلا روح افرح وارقص مع اصحابك. حاضر يا ابو. الله يرحمك يا نادي. قول الغريب يجهز عربيه عشان يوصل زنبيل المحطه. حاضر يا حاج. يوم ولادتك يا زين، امي جتني في المنام وقالت لي مرتك هتجيب لك نسر. صحيت من النوم على خبر الولاده وعرفت ان ناديه جابت واد. قلت لها يا نادي احنا هنسمي نسر. قالت لي احنا مش كنا متفقين على زين؟ ما رضيتش ازعلها وقلت زين زين. الحمد لله انك سمعت كلامها يا ابوي. ابقى اضمن اللي مختار لك اسم زين. وبعدين حتى لو كنا اخترنا لك اسم نسر كنت هربيك لحد ما تطلع زين صفاتا واخلاقا كيف ما انا شايفك كده. اللي فكرك بالمنام ده دلوقتي يا ابوي؟ فكرني بالمنام ده؟ المنام اللي شفته النهارده. خير اللهم اجعله خير. امك جاتني في المنام وشها كان كيف البدر، كان في يدها قفص فضه فيه نسر. نسر ما شفتش بجماله. فتحت له الباب وجت في حضني قالت لي توحشتك يا صالح. خدتني وخرجت. عمري ما بشوف دموعك يا ابوي غير وانت بتذكر اسم امي. الله يرحمها. الله يرحمها. كان نفسي تشوفك وانت بالبدله دي. كان نفسي تفرح بيك زي ما انا فرحان بيك دلوقت. حاسس ان معاد يقرب. بعد الشر عليك يا ابوي. عمر الموت ما كان شر، الموت حق. وبعدين ابوك عمل كل حاجه الانسان ممكن يفكر يعملها في حياته.
شبعنا من الدنيا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر فيما يرضي يا أبو. يلا يلا قوم عشان ما تتأخرش على قطر. أشوفك على خير. تروح وتجي بالسلامة. زين. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أقعد يا زين. شكرا يا فندم. عايزك تغير هدومك. أنا اديتك إجازة لمدة أسبوع. كتر خيرك يا فندم، بس حضرتك أنا ما طلبتش إجازة. شوف يا زين، إحنا ما بنقبلش في الشرطة غير بالأبطال والمؤمنين بقضاء الله وقدره. وأنا عارف إن أنت بطل ومؤمن بالله. إحنا بلغنا النهاردة خبر إن السيد الوالد توفاه الله. شد حيلك. شد على الله يا فندم.